يتزامن اليوم 21 من شهر أبريل مع مئوية تتويج الزمالك بأول نسخة لمسابقة كأس مصر، حيث نجح الفارس الأبيض تحت اسم المختلط في مثل هذا اليوم قبل 100 عام من عناق أول كأس في تاريخ المسابقة العربية، وذلك بعد الانتصار على الاتحاد بخماسية نظيفة. وكان الزمالك هو أول فريق يعانق لقب كأس مصر في موسمه الأول عام 1921-1922، ومثل الزمالك في تلك المباراة كل من محمود مرعي ويوسف وهبي وفؤاد الجميل وعبد السلام حمدي ومحمد جبر وعلي الحسني والسيد أباظة وعلي رياض ويوسف محمد وجميل عثمان والقائد حسين حجازي. الزمالك يبقى سباق دائما في حصد الألقاب والبطولات والكؤوس بتاريخه الحافل وأمجاده الخالدة. عاش الكيان الأبيض العريق.